نصيحة عاجلة من وزير التربية والتعليم لكل طلاب أولى ثانوي وبعد ما صرح الدكتور طارق شوقي إن امتحان أولى ثانوي التجريبي نجح بنسبة 98% فبيوجه نصيحة بقى للـ 2% لأن وزير التربية والتعليم بيأكد يا جماعة إن نسبة النجاح تخطط الـ 98% فالوزير بيقول لكم يا اللي 2% اللي ما دخلتوش الامتحان اللي واجهتكم مشاكل خلال الامتحان اليوم الاول للتدريب على التابلت بالهدوء والتواصل مع التطوير التكنولوجي بالمدرسه لمعرفه حلول اي مشكله بتواجهك وقال الوزير في رساله بيوجهها بيناشد اولي الامور بالهدوء وسوف نتعامل مع جميع المشكلات انا مستغرب منين هنواجه مشكلات وانت قلت مفيش مشكلات وكان طلاب اولى ثانوي ادوا الامتحان التجريب على التابلت وقال لك نسبه كبيره جدا بحوالي 72% دخلوا على الامتحانات يا ترى دكتور طارق فعلا هي دي الحقيقه 98% نسبه نجاح الطلبة النهارده في امتحان التابلت اتمنى اتمنى اكون اعلى من كده واتمنى اكون 100% بال 200% بس ما يكونش في تعليقات احنا بنشوف تعليقات ما دخلناش السيستم الامتحان ما جاش مش عارف ايه انا مش عارف هو مين اللي دخل الامتحان ومين اللي ما دخلش اكتبوا لي في التعليقات هل فعلا الامتحان كان كويس معاكم الامتحان اخباره ايه ودي نصيحة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لكل الطلاب اللي واجهتهم مشاكل هم الاثنين في المية اللي هم اقل من 2% في المية. يعني اكتبوا لي في التعليقات واعرفوا النصيحة واعملوا للدكتور طارق بيقول عليه